بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي جريد 5، أهلا وسهلا بكم يا حبايبي. Welcome my dear students. معكم مستر هيثم فاروق لشرح درس Representing Data by a Pie Chart، أو زي ما هنعرف اللي هي الـ Circular Sectors for the 5th grade primary second term. وزي ما احنا عارفين ان درس النهاردة يا شطار هو اخر درس في منهج السكند تيرم السنة دي. يلا بينا، تعالوا بقى يا شطار نعرف What is the meaning of the circular sector؟ ايه معنى السيركولار سيكتور، يعني القطاع الدائري؟ بيقول لي The circular sector is a part of the circle. السيركولار سيكتور اللي هو لونه بينك ده عبارة عن part of the circle، يعني جزء من السيركل. surrounded by، متحوط بإيه بقى؟ an arc of the circle. arc يعني قوس، الجزء ده الكيرفد اللي احنا شايفينه ده اسمه arc. وإيه تاني؟ and two radii، the radius وthe radius، دول كده اسمهم two radii. بالظبط السيركيولار سيكتور عامل زي قطعة الجبنة المثلثات زي ما احنا شايفين، اسمه سيركيولار سيكتور. احنا بنسمي بقى السيركيولار سيكتورز اللي هي الباي تشارت. تعالوا بينا بقى نشوف اكزامبل على درس النهاردة. يلا بينا، الاكزامبل بيقول لي ايه؟ The following table shows the number of hours that Marwa studied in different subjects in a week. يوضح الجدول اللي قدامي ده عدد الساعات اللي مروة ذاكرتها في المواد المختلفة. في الأرابيك مروة studied 6 hours، في الماث 12 hours، في الساينس 3 hours، في الإنجليش 3 hours. طبعا أهم حاجة عندي لازم يكون عندي التوتال. لما جبنا التوتال بتاعهم طلعوا 24 hours. طيب علشان بقى اعمل representation، في قبل الرسم في شوية خطوات لازم اعملها. ايه هي؟ علشان اعرف نصيب الارابيك من السيركل بتاعتنا بعمل ايه يا شطار؟ ركزوا معايا. انا عارف ان الارابيك 6 hours والتوتال بتاعهم كلهم 24 hours، بقول الارابيك equal 6 divided 24 أو over 24 اللي هي هتطلع في simplest form بquarter. طيب الماث 12 hours والتوتال كله كام يا حلوين؟ 24 hours. يبقى أنا هقول الماث equal 12 over 24 اللي هي هتطلع في simplest form بالكالكيوليتر half. الساينس 3 hours والتوتال 24، يبقى الساينس equal 3 over 24 اللي هي هتطلع في simplest form 1 over 8. الانجليش برضو 3 hours. طيب الانجليش equal 3 over التوتال اللي هو 24 هتطلع برضو في simplest form 1 over 8. طبعا عندي اكبر سيكتور عندي اللي هو الايه؟ الماث الهاف. يبقى انا هعمل ايه؟ هقسم السيركل into two halves، نصين. الهاف ده بتاع الماث. طيب بعد كده في عندي الأرابيك كوارتر، الساينس 8th، الإنجليش 8th. طبعا أنا عارف إن الكوارتر مور ذان 8th، الكوارتر يا حلوين أكبر من الإيث. طيب هروح قاسم الهاف into two quarters، ربعين. الأرابيك هياخد كوارتر، والكوارتر اللي فاضل طبعا هقسمه بتوين الساينس والإنجليش، لأن طبعا أنا عارف إن الـ 1/8 equal half الكوارتر. يبقى الإنجليش هياخد 8th والساينس هياخد 8th. طب تعالوا بقى نبدأ في أسئلة درس النهاردة. يلا بينا، يلا بينا. بيقول لي an employee، موظف، spends his salary as follows، بيصرف مرتبه كالتالي: 200 pounds for clothes،
200 pounds للكلوزس للملابس. 800 pounds for food. 800 pounds للطعام. 400 pounds for transportation and medicine. للمواصلات والعلاج. 200 pounds for renting an apartment. 200 pounds للإيجار بتاع الشقة. Graph that data on the opposite circle. هو رسم لي السيركل جاهزة. طب مستر لسه قايل من شوية في الإكزامبل اللي فات أهم حاجة لازم أكون عارف التوتال. طيب التوتال عندي ها؟ عايز أعرف التوتال كله كام؟ تعالوا نشوف. ها؟ نجيب الكالكوليتور بتاعتنا ونشوف. طبعا 200 بلس 800 بلس 400 بلس 200 يبقى السالري بتاع الامبلوي ده 1600. التوتال كله ها 1600 باوندز. تعالوا بقى يا شطار نعرف كل واحدة من دول نصيبها قد ايه من السيركل. الكلوذس ايكوال ها 200 اوفر 1600. تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات. ادي ها هعمل ممكن اعملها از ا فراكشن واكتب فوق 200 ها وتحت 1600 equal طلعت 1/8. وممكن برضو اجيبها بالديفايدد. ازاي؟ هقول له 200 divided 1600 equal برضو هتطلع 1/8. الكلوذس 1/8. طيب الفود 800 والتوتال كله 1600 يبقى هقول له الفود ايكوال 800 اوفر 1600. تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات. 800 اوفر 1600 ايكوال هاف. طلع الفود ايكوال هاف. طيب الترانسبورتيشن اند ميديسين 400 والتوتال كله 1600 يبقى هيطلع الترانسبورتيشن اند ميديسين 400 اوفر 1600. تعالوا نشوف هتطلع ايكوال وات. 400 divided 1600 equal quarter. تمام. فاضل عندي ايه؟ renting an apartment اللي هو ايجار الشقة 200. يبقى renting ها 200 over 1600 اللي هي تطلع بكام يا حلوين؟ تعالوا نشوف. 200 divided 1600 equal 1/8. تعالوا بقى نشوف. انا شايف الفيرست سيكتور ب 1/8، السكند سيكتور بهاف، الثيرد سيكتور بكوارتر، الفورث سيكتور ها ب 1/8. اكبر حاجه فيهم ايه؟ الهاف اللي هو مين؟ الفود. طب انا شايف ان السيركل هو ايه مقسمها لي الهاف بتاعت الفود، يبقى هو ده الجزء بتاع الفود هكتب فيه فود. طيب في ايث كوارتر ايث، انا عارف ان الكوارتر مور ذان ايث، يبقى الجزء الاورنج ده بتاع الترانسبورتيشن اند ميديسين. تمام. فاضل طبعا عندي الفود والرينتنج الاثنين. فاضل عندي الكلوذس والرينتنج الاثنين ايكوال اللي هما الجرين بارتس. طبعا واحده هتبقى للكلوذس وواحده هتبقى للايه؟ للرينتنج. تعالوا نشوف سؤال كمان بيقول لي ايه.
The following table shows the number of students who practice sports. Represent these data using pie graph on the opposite figure. يوضح الجدول اللي قدامنا ده عدد الطلبة اللي اتدربت على الايه التدريبات الرياضية. طبعا اتفقنا مع بعضينا من شوية قلنا لازم يكون معايا التوتال. طب تعالوا الفوتبول 20 والباسكتبول 10 والفولي بول 10 20 بلس 10 بلس 10 equal 40 يبقى التوتال عندي طلع equal 40 تمام. يلا نجيب السيكتور بتاع الفوتبول نصيب الفوتبول طلع equal what انا عارف ان الفوتبول ب 20 والتوتال ب 40 يبقى الفوتبول equal ها 20 over 40 اللي هي تطلع بكام يا شطار تعالوا نشوف 20 divided 40 equal half طلعت equal half طب نشوف الباسكت بول ها الباسكت بول 10 والتوتال 40 يبقى الباسكت بول equal 10 over 40 يبقى الباسكت بول equal 10 over 40 هنطير 0 مع 0 طلعت بكوارتر سهلة مش محتاجة كالكيوليتر كذلك الفولي بول ها برضو 10 over 40 اللي هي برضو equal quarter واضح جدا الفوتبول half الباسكت بول quarter الفولي بول quarter انا شايف ان الهاف دي بتاعت الفوتبول والكوارتر بتاع الايه الباسكت بول والكوارتر التاني بتاع الفولي بول نتابع بقى مع بعض الأسئلة وركزوا في الأسئلة اللي جاية عشان هنتعلم إزاي نرسم يلا بينا جاي بيقول لي The following table shows the favorite TV programs for 60 pupils يوضح الجدول ده ها البرامج التلفزيونية المفضلة لـ60 pupils أنا شايف لسبورتس 15 النيوز 5 السيريز اللي هي المسلسلات 10 الموفيز الافلام 30 سبورتس اللي هي البرامج الرياضيه والماتشات 15 ستودنتس او بيوبلز النيوز الاخبار 5 بيوبلز السيريز المسلسلات 10 بيوبلز الموفيز اللي هي الايه الافلام 30 مستر قال لي اهم حاجه لازم يكون عندي الايه لازم يكون عندي التوتال طب تعالوا نشوف التوتال بتاعهم هيطلع كام يلا بينا ها 15 بلس 5 بلس 10 بلس 30 15 بلس 5 بلس 10 بلس 30 هيطلع التوتال بتاعهم equal 60 تمام طلع التوتال ها 60 يلا بينا نشوف نصيب كل واحدة من الايه السيركل لسبورتس 15 والتوتال 60 يبقى لسبورتس equal 15 over 60 تعالوا نشوف هتطلع equal what 15 over 60 15 divided 60 طلعت بكام يا حلوين طلعت بكوارتر طلعت equal quarter طيب النيوز 5 over 60 تعالوا نشوف equal what 5 over أو divided 60 equal 1 over 12 طب نشوف السيريز السيريز 10 over 60 هنطير 0 مع 0 هتطلع 1 over 6 مش محتاجة كالكيوليتر الموفيز 30 over 60 الموفيز 30 over 60 تعالوا نشوف هتطلع بكام يا شطار 30 over 60 طلعت equal half يلا بقى نرسم بإيدينا طبعا أول خطوة لازم أرسم لنفسي السيركل
سيركل طبعا ممكن افتح الكومباس بتاعي الراديوس 5 سنتيمترز الافضل يعني عشان ما تبقاش لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. ممكن افتح 5 الراديوس بتاع السيركل بتاعي ها هفتح 5 سنتيمترز او 6 سنتيمترز ما بزودش عن كده. انا شايف طبعا السبورتس كوارتر النيوز 1/12 السيريز 1/6 الموفيز هاف اكبر حاجه فيهم الموفيز اللي هي هاف. يبقى انا هقسم السيركل طبعا نصين علشان دي بتاعه الايه الهاف ده بتاع مين بتاع الموفيز تمام الهاف بتاع الموفيز. طيب فاضل عندي كوارتر 1/12 1/6 ها طبعا الكوارتر هو الاكبر يبقى انا هقسم الهاف اللي عندي لتو كوارترز ها السبورتس هتاخد منهم ايه هتاخد منهم 1 كوارتر تمام. فاضل عندي بقى النيوز ب 1/12 والسيريز ب 1/6 which is greater 1/12th or 1/6th. طبعا انا عارف ان ال 1/6th دبل ال 1/12th يعني ال 1/12 هاف ال 1/6 يعني مطلوب مني ان الكوارتر الربع ده هنقسمه 3 بارتس 3 اجزاء ال 1/6 هياخد 2 بارتس وال 1/12 هياخد 1 بارت يعني بالظبط هن ايه بنظرنا كده بروح عامل ايه جزء صغير كده يعتبر نص الجزء الايه الكبير ده. طبعا ال 1/6 دي اللي هي السيريز والنيوز هي الجزء الاصغر اللي هي ال 1/12 سهله جدا. نشوف كمان سؤال. The table shows how ليلى spent her money on a holiday. الجدول ده بيوضح ليلى بتصرف الماني بتاعها في الأجازة ازاي وبيقول لي represent these data by a pie chart. accommodation اللي هو الإقامة في الفندق مثلا بتصرف قد ايه على الاكوموديشن 1080 باوندز. فود بتصرف قد ايه على الفود 540 باوندز. ايربلين اللي هو الطيران الطياره يعني بتصرف ايه 1080 باوندز. شوبينج اللي هو التسوق الشراء يعني 1620. طيب مستر قال لي ايه لازم يكون عندي التوتال. طب تعالوا نشوف التوتال هيطلع ايكوال وات. اول حاجه عندي الاكوموديشن 1080 ادي 1080 بلس الفود 540 بلس الايربلين 1080 بلس الشوبينج 1620 طلع التوتال كام يا حلوين 4320. التوتال طلع 4320. تعالوا بقى نشوف نصيب كل واحده من الايه من السيركل. الاكوموديشن طبعا 1080 over 4320 هنشوف هتطلع equal what. one thousand eighty over 4320 equal quarter. طب نشوف الفود ها 540 divided 4320 تعالوا نشوف هتطلع بكام يا حلوين. نطلع الكالكوليتور بتاعتنا ها ادي الفراكشن اهو 5540 over 4320 equal 1/8 طلع الفود equal 1/8. طب الايربلين 1080 over 4320 طبعا احنا لسه عاملين واحده زيها بالظبط اللي هي الاكوموديشن كانت طالعه بايه بكوارتر تمام.
فاضل الشوبينج ها الشوبينج equal what 1620 over التوتال اللي هو 4320 تعالوا نشوف هتطلع equal what1620 over 4320 equal 3/8. تعالوا بقى يا حلوين، عندي الأكوموديشن بكوارتر، الفود بوان أوفر إيت، الإير بلين بكوارتر، الشوبينج بثري إيث. أنا شايف إن في تو سيكتورز each of them equal quarter ربعين، وانا عارف ان two quarters equal half، يبقى انا هقسم السيركل اللي قدامي دي لتو halves نصين، في half منهم هيتقسم into two quarters. تمام، الكوارتر الاولاني طبعا بتاع الاكوموديشن، والكوارتر الثاني بتاع الاير بلين. فاضل عندي بقى يا مستر ها الفود بوان ايث والشوبينج بثري ايث. طيب يبقى أنا عارف إن الـ 1/8 equal half a quarter نص الربع، يعني بالظبط لو أنا اتخيلت إن ده كده quarter هقسمه نصين يبقى ده الـ 1/8. تمام، أهو ده بتاع الإيه؟ ها الجزء اللي هو البيجر ده اللي هو الـ 3/8 بتاع الشوبينج، والجزء السمولر بتاع الفود. تعالوا نشوف بقى آخر سؤال معانا في درس النهاردة، يلا بينا. بيقول لي ايه؟ The following table shows the favorite sports for 120 pupils in a school. Number A, complete the following table. مديني الفوتبول 40، الفوليبول عايزين نعرف equal what، swimming 40، والباسكتبول 30. هو قايل لي ان التوتال بتاعهم، هو مديني التوتال اهو ب 120. طيب نمبر بي، طالب مني ريبريزنت ذيز داتا باي ا باي تشارت. طبعا مش هقدر اعمل الريبريزنتيشن الا لما اعرف الفولي بول الاول ايكوال وات. انا عارف ان الصم بتاعهم كلهم يا حلوين ب 120. طب عشان اعرف الفولي بول هعمل ايه؟ هعمل ال 120 ماينس الصم بتاعهم كلهم، يعني هقول الفولي بول ايكوال 120 اللي هو الصم بتاعهم او التوتال بتاعهم كلهم ماينس ها الصم بتاع الفوتبول والسويمنج والباسكت بول. طب تعالوا نجمع 0 بلس 0 بلس 0 ايكوال 0، 4 بلس 4 8، 8 بلس 3 ايكوال 11، طلع الصم بتاعهم 110. طب 120 ماينس 110 تطلع الفولي بول ب 10، سهلة جدا، يبقى الفولي بول طلعت ب 10. تعالوا بقى يا حلوين نعرف نصيب كل سبورت منهم من السيركل. أنا عارف إن الفوتبول 40 والتوتال 120، يبقى الفوتبول إيكوال 40 أوفر 120. تعالوا نعرف إيكوال وات 40 over 120 equal third. الفولي بول 10 والتوتال 120، يبقى الفولي بول equal 10 over 120. هنطير 0 مع 0 هيطلع 1/12، مش محتاجة كالكيوليتور. طب swimming 40 ها والتوتال 120، يبقى السويمنج equal 40 over 120. تعالوا نشوف هتطلع equal what 40 over 120 equal third. فاضل الباسكتبول، الباسكتبول 30 والتوتال ب 120، يبقى الباسكت بول equal 30 over 120. تعالوا نعرف equal what 30 over 120 equal quarter.
يلا بينا بقى علشان نرسم. طبعا انا شايف ان الفوتبول ثيرد، والفولي بول 1 اوفر 12، سويمينج ثيرد، الباسكت بول كوارتر. انا شايف ان في 2 ثيرد، يعني اقدر ايه اقسم الايه السيركل اللي قدامي ل 3 ثيرد. تعالوا نشوف اول حاجه اهو، ادي اول ثيرد، ده بتاع الايه بتاع الفوتبول. طب والثيرد التاني بتاع سويمينج. الثيرد اللي فاضل بقى يا حلوين انا شايف انه متقسم ما بين الفولي بول والباسكت بول. طبعا انا شايف ان الباسكت بول ايكوال كوارتر، ربع. الربع طبعا سهل ان انا ارسمه، اقدر ايه ارسم لاين كده يبقى ايه ربع السيركل بالظبط عادي، ده بتاع الايه بتاع الباسكت بول. والجزء اللي فاضل طبعا بتاع الفولي بول اللي هو ال 1 اوفر 12. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من منهج السكند تيرم بحمد الله. ارجو انكم تكونوا فهمتوا درس النهارده كويس جدا جدا جدا، واستمتعتوا معايا طول منهج الترم الثاني. وباذن الله تعالى اشوفكم في جريد 6 في الفيرست تيرم، وكل عام وانتم بخير. with my best wishes and goodbye.